أزو الفلام بيلا حديد صريحة حول عمليات التجميل. كما تعلمون بيلا حديد كانت قد تلقت مؤخراً العديد من التعنيف حول خضوعها لعملية التجميل، والإنترنت لا يرحم. لكنها في لقاء لها مع مجلة إنستايل تحدثت بكل صراحة حول علاقتها بنفسها. قالت: الناس يظنون أني واثقة في نفسي، لكني فعلا تعبت لأتعلم كيف أفعل ذلك. وأضافت أنها كانت تظن أنها تملك وجها غريبا وخصرا سمينا، فعملت جاهدة على تعلم كيف تحب نفسها ولا تخجل منه. وتساءلت: لماذا يظن الناس أني خضعت لعملية التجميل؟ فهي خلقت هكذا ولم تضف أي شيء على وجهها. قالت لنفس المجلة: الناس يظنون أني خضعت لعملية التجميل وغيرها، ولكن هل تعلمون ماذا؟ أنا أخاف من الاقتراب من الفيلر أو أي شيء آخر، أخاف أن أضر نفسي. وعن كلام الناس قالت: قبل أن أدخل إلى هذا المجال تعلمت أنه لا يمكننا إرضاء الناس، وأنه سيكون لدي كارهين، ولن أستطيع فعل شيء لهذا باستثناء أن أحب نفسي وأن أبقى على طبيعتي. وهكذا أجابت العارضة بيلا حديد على كل الأسئلة حول عملية التجميل، بل وأسكتت جميع الإشاعات. وأنتم ما رأيكم؟ اتركوا لنا رأيكم في تعليق. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم.